انا ما فهمنا حتى حاجه، هي جايه من الله ولا تسيد خوات السيده وما شايتش غدا، ما فهمت حتى حاجه، تشعلت في كل شيء. اي واحد شعلت فيه هنايا الثالثه في المرات وهي كتشعل، وما شاف الرابعه، وبعد الناس ما فهمنا حتى حاجه. الوقايه المدنيه ما كتجي حتى في وقشه، عيطنا حتى عينا والو، حتى قرب التفاعات كتمشي هي الوقايه المدنيه والو، جايين جوج باش يجيو ثلاثه ولا اربعه، لا جايين وحده. ثاني شعله في الغفله عاوتاني، هذا دوار خشان شعله فيه عاوتاني، مع الثالثه في المرات للرابعه في المرات، شحال من واحد مشى لي رزقه. خويا عنده بليس هنايا كارهه كيترزق من الله، كياكل ويشرب مشى غير يتغدى لقى كلشي مشى ليه، الغنام وكلشي، وهادشي قدر الله، هادشي امر الله، ولكن اللي ماشي طبيعي ان الوقايه المدنيه ما جاتش في الوقت ديالها، حنا سبقناهم، والدراري الله يجازيهم بخير داروا مجهودات كثيره، والناس كتحرق، ولكن ما الوقايه المدنيه الله جايبه واحد جعيطرو ديال الماء وما قدروش حتى ينزلوا. Thank you.